جمال بن يوب يقول الحل في رحيل هذا النظام، ولكن الذي يستمع له هو يحيى في البرلمان، ويحيى يقول انتظروا نتائج خلطته السحرية وخطته السحرية بعد 5 سنوات، ويعتقد أنه باقي بعد 5 سنوات، مع أنه المفروض في انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية كذلك. هذا دليل آخر على هذا التخبط، هذا دليل آخر على هذا الفشل، هذا دليل آخر على أنهم لم يعودوا يعرفون ما يفعلون. أنا أحتار كثيرا عندما أعود سنوات قليلة إلى الوراء منذ مجيء بوتفليقتي، أنا كنت أعود زين، أعطيني يوم ما في البرلمان أو في الشارع أو في المسجد أو في المدرسة أو في الجامعة أو أي مكان آخر، أعطيني يوم ناقشنا فيه الأفكار، أعطيني يوم ناقشنا فيه المشاريع. يجي السيد أحمد ويحيى يعطي وصفة البرلمان يرفع يديه. المجتمع الجزائري والأحزاب والتنظيمات والمنظمات في حياتها في عهد بوتفليقة لم تناقش لا الأفكار ولا المشاريع. زمان ناقشوا الشعب الجزائري ناقش الميثاق الوطني في عهد بومدين، وناقشوا الدستور في وقت ما، وناقشنا قانون الأسرة في وقت ما، وناقشنا قوانين كثيرة جدا ومشاريع كثيرة جدا. اليوم السلطة المطلقة أدت إلى مفسدة مطلقة، لأن المجتمع لم يشارك، لأن الأحزاب لم تشارك. والسبب كما قال أحد المتدخلين من بعيد، السبب هو برنامج فخامة الرئيس الذي كسر الأحزاب وكسر الشخصيات وكسر منظمات المجتمع المدني. كل شيء يعود إلى فخامته إلا الجحيم، ولا واحد قال بأنه أخطأنا، ولا واحد قال بأن برنامج الرئيس. طيب الجزائر وصلت بحسب يحيى بعد لهذه الجحيم، بعد أن صرفت، كانت جنة صرفت فيها 1000 مليار، كان يقول 700 مليار، ثم الآن يقول 1000 مليار. يعرف أين صرفت، الشعب يعرف أين صرفت 1000 مليار، ردا على المعارض. لا، الشعب يعرف أين صرفت، أكيد يعرف، ولكن صرفت في طرق مهترية، في مترو عنده 10 محطات، وفي ترامواي كسر المدن الجزائرية، وصرفت في مساكن من أجل شراء ذمم الناس، ونهبت كذلك. يجب أن نقول بأن الملايير نهبت منذ عهد الخليفة إلى الطيار، إلى سوناطراق، إلى أموال الدعم الفلاحي، إلى فضائح الخطوط الجوية الجزائرية، إلى فضائح المترو، إلى فضائح أخرى سيكتشفها الشعب الجزائري لاحقا عندما ترحل هذه المنظومة. نعم صرفت 1000 مليار دولار، ولكن شوف أندونيسيا وين وصلت، شوف البرازيل وين وصلت، شوف تركيا وين وصلت، بأقل من 1000 مليار دولار، بمئات الملايير من الدولارات بنوا دول. عندما أتحدث عن دولة أتحدث عن قيم، أتحدث عن قوانين، أتحدث عن مؤسسات، قبل أن أتحدث عن مباني وطرق ملكية ومترو وكذلك ترامواي. الناس تعتقد بأن بناء الدولة يرتكز على المال. شوف النقاش، ونحن نتحدث كل شيء همه هو المال، ولكن أين هي القيم؟ أين هي المدرسة؟ أين هي الجامعة؟ أين هو المسجد؟ أين هو الشارع؟ أين هي التنظيمات؟ أين هي الأسرة؟ الناس تعتقد أن الدولة تبنى بالمال. الدولة لا تبنى بالمال. دول كثيرة لا تملك عشر ما ملكته الجزائر، ولكن بنت مؤسسات وبنت قيم وبنت أخلاق وبنت مجتمعات مقربية ومتخلقة وتحترم بعضها البعض، ومجتمعات ديمقراطية ومجتمعات تقول الحقيقة. احنا تقول الحقيقة في الجزائر، إذا كنت ضعيف يتهموك بكل التهم، ولكن عندما يقولها بوتفليقة يصفقوا عليه. عندما قال يحيى وصلنا إلى الجحيم يصفقوا عليه. عندما قال بوتفليقة في 2012 طب جناني وحان الوقت لتسليم المشعل صفقوا عليه. عندما قال لهم قادرين نضموا 2 تاع كوب ليمون صفقوا عليه. ولكن لما يقولها في جمال ويقولها حفيد يقول بأننا في جحيم، يقول بأننا لا نقدر على تنظيم 2 تاع كوب ليمون، يقول بأن الرجل هذا قال لكم طب جنانه، تتهم بكل التهم. هذا هو وقلنا برنامج رئيس الجمهورية، هذا وش أسسنا على مدى 17 سنة. لم نكتفي فقط بعدم البناء. طيب، ولكن الذي يستمع إلى رئيس البرلمان السابق يقول أنه أونيتمو، يقول أنه العهد الخامسة مطروح. هذا جهل، هذا جهل. أنا نفضل أن نوصفه بالجهل حتى لا أستعمل كلمات أخرى. أنا عارف أن المشاهدين قد يستعملون كلمات أخرى قبل جهل سفيان استعمل كلمة مرتزقة. أنا لم أريد أن أذهب إلى حد ذلك، ولكن أكتفي بالقول بأن جهل. أعطيني بلد في العالم عبر التاريخ وقبل التاريخ وبعد التاريخ، أعطيني بلد في العالم
يسير مثل ما تسير به الجزائر منذ 17 عاما. أعطيني بلد في العالم حطمنا فيه رجال ومؤسسات، أعطيني بلد في العالم لو أعطيناها لأي شخص أو لأي بلد آخر يكره الجزائر أو بالأحرى يمقت الجزائر لما فعلها لما فعل بها ما فعلوه بالجزائر. شعر بأنهم سيتركون لنا بلدا منهارا. أنا عندما أتحدث عن انهيار أنا لا أتحدث عن الجانب المادي، لأن الرجال هم اللي يجيبوا الخير، هم اللي يجيبوا المادة ونجيبوها من تحت الحجر يعني، ونجيبوها من السماء يعني نحبوا نجيبوا الخير. ولكن أنا أتحدث عن قيم، أتحدث عن قوانين، أتحدث عن أسس، أتحدث عن تربية، عن أخلاق، عن جيل صاعد مبني، جيل صاعد يؤمن بأن العمل هو الذي يكسب وقود حياته، وليس الهراء اللي عشناه على مدى عقدين من الزمن. الشاب الجزائري علمناه كيف يسرق، علمناه كيف ينتظر الصدقة، علمناه كيف نعطيه له وزيد نقول له زيد له في الموسيقى ورقته، أعطيه له كلش، كاين كلش الخير في الجزائر. من سنة فقط كانوا يقولوا لنا كل الخير موجود في الجزائر. في الأوجة الرابعة كانوا يقولوا لنا بأنه معسكر رجعوها كاليفورنيا، قالوا لي الناس تاع معسكر بأنها صارت أسوأ مما كانت عليه قبل 3 سنوات، يقولوا بأنها صارت أسوأ مما كانت عليه قبل 3 سنوات. ما عشناه في عهد فخامته تمثيلية تبحث علينا الأجيال. طيب هل في اعتقادك في اختصار حفيظ الدراجي لكي تذكر الأجيال المقبلة بالعكس جزائر أفضل من مما يطرح من المآلات، من تحذير من جهنم مثل ما يقول يحيى باختصار لو سمحت؟ طبعا الكل يتحدث عن الرحيل، ولكن عندما نتحدث عن الرحيل قال بعض يعتقد بانه يجب ان يرحلوا بثوره. لا، يجب ان ترحلوا بثوره فكريه وثوره علميه وثوره وعي الشباب الجزائري بان هذه المنظومه انتهت، لانه ليس هناك لا عهده خامسه ولا عهده سادسه، يجب ان يكون هناك عهد جديد للجزائر، لا عهده رابعه ولا عهده. كيف نتحدث عن عهده خامسه في دستور يتحدث عن عهدتين؟ نعم عنده الحق قانونيا، ولكن كيف نتحدث عن عهده خامسه في دستور يتحدث عن عهدتين رئاسيتين؟ نحن نريد عهدا جديدا للجزائر لن يتم الا برحيلهم بالتي هي.